نزلنا على الشارع اليوم لنشوف العالم شو أولى، الحوار حل لشعور الرئاسة؟ أنا ما بعتقد أنه حتحل بالمناقشة الحوار، لأنه كل واحد هم مصالحه الشخصية. بعتقد أنه الحوار هو دايماً حل لكثير مشاكل. ما بحس إذا عملوا لجنة حوار حتنحل، لأنه هلأ أصلاً باللجنة اللي عم تنعمل في من كل حزب حدا وما عم نوصل لنتيجة، فما بحس هالشي حيقدم أو يأخر. الحل للفراغ الرئاسي أنه نجرب بالحد الأدنى نكون عم نتحرر من نظام قائم على تسويات بين أطراف عاجزين أنه حتى يلاقوا حل لكل البلد. ما بظن الحل هو رح يجي بلجنة حوار، يعني حيصير لنا قريبا سنتين بلا رئيس. هو مشكلتنا بالفراغ الرئاسي هو أنه مش مشكلة حوار، مشكلة أنه المجلس النيابي عنا معطل. أكيد هلأ بالنهاية لينقوا رئيس جمهورية بدهم يحكوا مع بعض ويتفقوا على حدا. الحوار منه حل الفراغ الرئاسي، لأنه أولا بكرس التقسيم الطائفي والمصالح لأطراف النظام. ثانيا يعتمد على ترتيبات لدول الإقليم والخارج، وبالتالي ينزع القرار من مجلس النيابي ومن الشعب اللبناني إجمالا بشكل عام.